فيلم سلطان، أول أفلام النجمة الكبيرة نادية لطفي. رمسيس نجيب كان منتج جريء كان يكتفي باسم فريد شوقي واخرين، فكان في فيلمين من انتاجه، واحد اسمه ابو حديد لليلى طاهر، كانت طالبه في معهد الشؤون الاجتماعيه او حاجه كده، وفيلم سلطان جبنا ناديه لطفي اللي اسمها بولا، ست تلميذه في اسكندريه كانت لسه متزوجه حديثا، وجابوها جماعه كده اصحاب رمسيس، كان تقريبا موزع اسمه جان خوري، وجابوها تعمل تيست معايا في فيلم اسمه السلطان. كان يعني نجي المنتج معتمد على اسمي في البيع وشباك التذاكر، فجدنا دي لطفي عملنا لها تيست الحاج وحيد فريد من كبير المصورين، وهي مندهش عيلة صغيرة مش عارفة بتعمل ايه، انما غاوية. واشتغلنا فيلم السلطان وتعلمت درست، لكن في بعض المواقف بقت يعني تعيط بحي، يعني هي المفروض طلع تقبض او يبقى مخبر على الشجيع او الفيلن او الرجل القاسي اللي هو انا، فكانت تبكي اقول لها حبيبتي ما تعيطيش يعني، ونعيد المنظر مره واثنين وثلاثه، الى ان اصبحت الحمد لله نجمه كبيره جدا، وعملت افلام بطوله، وانطلقت انطلاقة بعد فيلم سلطان.